مرحبا بكم في قناة مريم أورحو. ما تنسوش ديروا لي أبوني وتفعلوا الجرس وديروا جيم وبرتاجيوا الفيديوهات ديالي. سلام متتبعين الكرام، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فطور ديال الضيوف اللي جايين عندي. كتشوفوا معايا هنايا إن شاء الله جوج بصلات. أنا دابا تنشحرهم مع شوية الملح والزيت باش ندير واحد الخبزات رغايف. العجنة ديال المسمن عامر الفراغ، كما انا غنشوف معكم الطريقه وكلشي. هنايا شلطت البصله كما شفتوا اللي تا كتشحر مزيان. غادي نضيف عليها خيزو محكوكه وانا غادي نوريكم كيفاش درت ليها. وغنضيف عليها القرعه المحكوكه، الحشوه كل واحد كيبغي يديرها. دابا كنصاوبها هي دوله باش نخليها تبرد، باش ملي نعمر بها هادوك الكبيسات ديالنا ما يتقطعوش. هادي الجزر ديالي اللي حكيتها هكايا من بعد ما قشرتها كنحكها، وغادي نزيدها على البصله من بعد ما طيب شويه. هانتوما كيف كتشوفوا حشوه عاديه، يعني حشوه اختياريه. تقدروا ديروا فيها الخضار كي درت فيها انا، تقدروا تكتفيوا بالبصله وسط الدجاج وشعريه صغيره، وكل واحد بالطريقه اللي بغى يدير. المهم بقاو معايا حتى الاخر تشوفوا النتيجه والشكل النهائي وشنو غندير في العجينه. شوفوا البصله ديالي بدات كنطيح، هانتوما شويه غنزيد عليها. كي كتشوفو المتتبعين، من بعد ما ضغطت هاديك الجزر ديالي محكوك غنخليها هي تشحر مزيان مع البصله حتى طيب، عاد نزيد عليها الكورجيت. يلا بقاو معايا. من بعد المتتبعين الكرام، هانتوما كي كتشوفو حكيت عشاني الكورجيت. دابا بلا تحار ليا البصلة ديالي مع خيزو، عاد نزيد الكورجيت. هانتوما دابا هما بداو تيهبطو كي كتشوفو معايا، تزيد تقلب بواحد شوية. غنزيد عليها الكورجيت باش تطيب حتى هي، ونزيد عليها الكتر. من بعد المتتبعين الكرام، أنا نزيد الكورجيت ديالي وخلا تاني تسخن شوية. عاد غادي ندير الحيتة وندير ليها العطرية ديالي. من بعد ما تحرر لينا المتتبعين الكرام، نزيدو الكفتة ديالنا. أنا هنايا درت الكفتة ديال الميدان، هاد البلادة بغات تتسلق، غندير ليها العطرية. عطرية عادية، يعني شوية بزاف ديال الكمون، شوية ديال كي كتشوفو معايا درت العطرية ديالي، درت معلقة ديال الخرطوم، معلقة ديال الجزر، معلقة ديال سكنجبير، ونص معلقة ديال الكمون، ونص معلقة ديال السيدانية. الناس لي كيبغيو السيدانية، وشوية ديال الخرطوم الصطناعي. دابا هما نخليهم يتشحرو مزيان، وغادي نمشي نصاوب دابا في الشعرية ديالي باش نزيدها عليها. هنايا درت شوية ديال الملحة والماء يغليو باش نزيد عليهم الشعرية الصينية باش نضيفو الحشوة ديالي. هانتوما من بعد ما كتغلي ليا الشعرية الصينية ديالي، غنسقيها وغنزيدها الحشوة. كي كتشوفو معايا من بعد الشعرية الصينية، دابا غادي نخلي الحشوة كاملة غلا، ونضيف عليها شوية ديال الزيتون. الناس لي عزيز عليهم الزيتون، مبقاش صافي ماشي مشكل. صافي نخليها تبرد مزيان وتعمر بيها العجينة ديالي. هما العجينة ديالي حتى بواحد الطريقة جديدة. هنايا عندي زلافة ديال الطحين الفرش، يعني ما يعادل جوج كيسان على كذا. من بعد غادي نضيف عليهم الفينو. هنا عندي نص زلافة ديال الفينو، هيا نزيدها على الخليط ديالي. دابا غنزيد ليها الخميرة. كي كتشوفو معايا هنايا زدت معلقة معمرة شوية الخميرة، معلقة السكر، وشوية ديال الملحة. من بعد غادي نضيفو ليه جوج معالق ديال الزيت. انا غنضيفها مجاهدة، جوج معالق ديال الزيت. من بعد غادي نزيد الماء، غادي نقلب شوية العجينة ومبقاش تفتح. نبقاو معاك
دابا من بعد ما خرجنا معنا العجينه ديالنا نديرها على سطح العمل باش يكون شويه. من بعد ما دلكنا العجينه ديالنا كي كتشوفوا غادي نخليها ترتاح باش يمكن نكرص بها الخبيزات. كنلكوها مزيان فوق سطح العمل صافي. نخليوها تخمر مزيان واحد ساعه ولا هكاك، عاد ندخلوها الفرن نكرصوها ندخلوها الفرن. هذه العجينه ديال المسمنات ديالنا اللي غادي نعمر. درت زلافه ديال الطحين ونص زلافه ديال الفينو، شويه ديال الملح وشويه ديال السكر ونص معلقه صغيره ديال الخميره الحلوه. دابا انا حركتهم، من بعد غادي نزيد عليهم جوج معالق ديال الزيت ونزيد معلقه صغيره ديال الخل ونرجع لكم. دابا من بعد ما درت الزيت ديال قصيره ديال الخل، انا دابا غادي نزيد عليهم الماء وغادي نعجنو ونرجع لكم. دابا من بعد ما جمعت الخليط ديالي نخليته يرتاح حتى نرجع عاد نكرص. من بعد ما لبست العجينة ديالي كيف كتشوفو فهمتها، أنا خليتها تلقاح شوية باش ندوزو المرحلة ديال التوعية.
كتتنسالي ولا جينا ديالنا ودوها في لاطون هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا وديال دوك المعمرات ديال المسمن كيجيو مقرمشين كيحمقوا وكانوا بقات لي العجينه عمرتها بجهه اخرى عمرتها بسميتو كاشير والفرماج هادو اللي في الطبسه صار كتشوفوا معايا وهذا هو الفطور ديالنا.